الاتصال من المحلل السياسي سامي المرشد، هو معنا الآن على الهواء. صباح الخير أستاذ سامي. كما ذكر الدكتور أحمد في الاستوديو، ترامب حقق أكثر من 60% من وعوده في برنامجه الانتخابي، خصوصا ما وعد به في توفير الوظائف للمواطن الأمريكي. فما هي حظوظ ترامب؟ وأنت تعلم سيد سامي وأيضا المتابع الكريم يعلم كذلك أن الأمريكيين يريدون من رئيسهم توفير حياة كريمة وتوفير وظائف وتوفير يعني بدائل اقتصادية في حياتهم. فما هي حظوظ ترامب وهو الذي وفر كل هذه يعني في فترة رئاسته؟ والله حظوظه قوية، وأنا يعني تابعت يعني وصول الأصوات وتعداد الأصوات بشكل دقيق منذ بدايتها إلى الآن. واضح جدا أنه يعني الديمقراطيين فشلت كل سيناريوهاتهم بالنسبة حتى لو كان حديث بايدن الأخير ذكر أنه يشعر بالارتياح لسير العملية الانتخابية. طبعا هو يعني لابد أن يقول ذلك، ولكن قبل يعني ذلك كانوا يراهنون كثيرا على فلوريدا، كانوا يراهنون على بنسلفانيا، كانوا يراهنون على ميشيغان. هذه ولايات رئيسية وكانت متأرجحة، وكانوا الآن كلها يعني إما فاز بها ترامب أو أنه يتقدم بشكل ملحوظ فيها. لذلك يعني خاب ظنهم وتمسكوا فقط الآن ببارقة أمل لهم ضعيفة من وجهة نظري، أنهم فازوا بولاية أريزونا لأن أريزونا كانت عادة تذهب إلى الجمهوريين. نعم، 24 صوت هي الفارق سيد سامي بين بايدن وترامب. هل الأمتار الأخيرة في هذا السباق ستظهر مفاجأة لصالح ترامب؟ نعم، أنا يعني توقعت حتى من على الإخبارية عصر هذا أو اليوم أو الأمس عفوا أنه ترامب سيفوز لأسباب اللي ذكرها ضيفك وذكرتها ولخصتها أنت، أن ترامب يعني أوفى بوعوده، رئيس جريء، اتخذ قرارات حاسمة، رفع الاقتصاد، أوجد الوظائف، حجم التجارة مع الصين، يعني فرض على الناتو على دول أوروبا أن تدفع أكثر في يعني مصاريف الدفاع، تقريبا كل وعود ألغى نافتا مع المكسيك وكندا، أنجز الجدار مع المكسيك لو جزئيا. لذلك يعني في العصر الحديث ربما ترامب يكون الرئيس الأول الذي أوفى بكل هذه الوعود الانتخابية، لأنه أصلا هو ليس سياسيا، يعني لم يأتي من واشنطن، وكان رجل أعمال وكان يعمل بطريقة رجل الأعمال، يعني يضع المشاريع ويعمل عليها وينفذها. الديمقراطيين في الواقع لم يكن لهم برنامج مقابل يعني ذا معنى، كان فقط حديثهم عن أنه كورونا وأن ترامب لم يتعامل مع الوباء بالشكل، وهذا يعني في الواقع حجة مردود عليها، لأنه الوباء هذا يعني شمل العالم كله وليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط. والنقطة الأخرى التي ركزوا عليها مهاجمة شخص ترامب وطريقة يعني كلامه وطريقة عمله واتهامه بأنه يعني يهاجم السياسيين وأنه يهاجم الإعلام. لذلك أصبح الإعلام يعني منحازا أكثر حتى من عام 2016 ضد ترامب، ولكنه نجح بالرغم من ذلك. واليوم لحد الآن من هذه النتائج اللي رأيناها يبدو أن ترامب سيكرر ما فعله ب 2016 ويخيب ظن وسائل الإعلام التي يعني اتخذت موقفا ضده. وأكد ما كان دائما يقوله أنها يعني تصدر أخبار مزيفة واستطلاعات كاذبة، وهذا ظهر جليا اليوم في الواقع. يعني كل التوقعات اللي كانت في الولايات
المهمة المتأرجحة يعني كذبت استطلاعات الرأي وصدق ترامب.